كلمة أخيرة للآباء، بالأخص الآباء، لا تتهاون أبدا مع ولدك بالصلاة، لا تقدم هذا الولد قربان لإبليس. والله حرام عليك تهتم في لبسه ودراسته وصحته وتغفل عن وعيد الله له بالعذاب. والله حرام عليك أنك تتعب وتتزوج وتنجب وتربي وبعد ذاك كله تخليه حطب من حطب جهنم. تذكر أنك بتشوفه وهو ملقى في النار بسبب إهمالك وتكسيرك فيه. تقول لي وش أقدر أسوي؟ أقول لك انصح ثم ننصح ثم ننصح ثم نجلد، أنه جهنم أقوى من عقالك على جلده. لا تردوا على المتمايعين في الدين اللي يقول لك الدين ما هو بالإجبار، لأنه نفس ذول الناس تحصلهم يجبروا أولادهم على الدراسة أو على أشياء دنيا تافهة، لكن إذا جاء وقت الصلاة تغفل عنها. أنت يا الأم لا تقعد تزغطي فيهم من الأكل، وإذا جاء أمر الدين تهاونت فيه. ذول عيالك والله إن سحبتهم على النار قدام عينك ما تقواها عينك. ولدك بين يديك الآن، حاول انك ما تفرط فيه. واعلموا يا الآباء جميعا أن الفخر والأمان والبركة كلها لما نشوف ولدك يتوضى قدامك. والحديث اللي كلنا نعرفه، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسنا فبمن يلود ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاك عند وفاته وقال: يا أمتي الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اعذرونا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى.